السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي مسوزه؟ عاملين ايه؟ روقتي بقى اوضه السفره يا حبايب قلبي؟ انتوا عارفين ان انا عند ماما بروق لها الشقه وبنضفها لها يا حبايبي، بفرش لها الشقه، لان انتوا عارفين بقى ان احنا مسرمكينها ومنضفينها ودهنينها وطالعين زي الفل. قلت بقى النهارده بقى ايه، هروق اوضه النوم وانفض الشباك وامسح الارض وافرش السرير واخلي الدنيا زي الفل. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. هبدا بالشباك الاول، انا هفضي حبايبي من التراب. عشان التراب يا حبايبي ايه ما تخش جوه، ارفض بقى الايه السرير كده افرشه. هجيب بقى المقشة بقى في الأوضة
ربنا فيش السرير حبيبي عشان ايه ولا بكنس ما نطلعش على السرير. حبيبي بص الأرحيل من تحت كده مفيش بقى اللي هي بتاعت السلك الأول وبعدين أجيب المية وأسحب. انا بقى الميه بتاعتي حاطه فيها شويه كلور بقى كده ايه عشان ننضف البلاط ونخليه زي الفل حبايبي.
مرحبا عليكم يا حبايبي، حالات الدنيا زي الفل. شايفين الجبن بقى وحلاوه؟ عايزين نسال حبايبي، نظفت الاوضه، لمعتها، روقتها، ونفضت الشباك ونفضت الاوضه وخليتها زي الفل يا حبايبي. كده اكون خلصت الروتين بتاعي. ما تنسوش بعض اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات. سلام يا حبايبي.